جبتها معي مشان اعبر اني انا ما اطلع عن حمص، ضل روحي معلقه بحمص، ما اتخلى عن حمص يعني، ما افتح دكان باسم الا حمص يعني. عبد جبار ابراهيم من حمص، هاي المهنه مهنتي تعلمتها من عمري 10 سنين عند الشيخ ابراهيم المدني صاغه، كان شيخ الصاغه، ضليت عنده 10 سنوات، بعدين فتحت محل لحالي، وهلا بحب المهنه كثير كثير كثير، بشتغل فيها لحد الان. والله انا لي هواي فيه يعني، بلمون لي هواي فيه اي، وهيك يعني شغلات فلكلوريه الشعب، بس المهنه الاساسيه تصليح الذهب والفضه وصناعه الذهب. اجار محل شيء الفليره، والبيت اجار وقت، وفي كهرباء وهيك يعني، راس عقبة ماشي الحال، مستورين. امي حببتني فيها، امي حببتني بالصاغه، وهي اللي حببتني بالمصلحه، والمصلحه حلوه. المعلمي كان مهذب ومرتب معي كثير، وعلمني تقنيه المصلحه يعني، والصدق والامانه اهم شيء بالمصلحه، والذهب انه ما يلتعب فيه ولا يلتعب فيه نهائي. سمعة الصايغ أهم من سمعة أي واحد بالمهن التالية، متعلق فيه طبعا يعني، وأنا نايم بفكر شو بدي أشتغل فيها، شو بدي أساوي، شو بدي. والله أنا إلى خصوصية عندي إنه في صانع صنعة من 100 سنة أو 50 سنة يعني، وهذا لازم أدره أنا وأحترمه وأتفرج عليها على صنعته، كمان هو مثل صنعتي يعني، بس هيك شيء يعني، لا إني زنقل من وراها ولا أي شيء يعني. حفظ عليا يعني.